حيث الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياطي عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا عارفين ان احنا يمكن في الاجواء الاسبوع ده معتدله شويه، نسبه الرطوبه مش عاليه قوي مع نسمه صيف جميله بالليل. بالتاكيد طبعا زي ما حضرتك اشرتي، يمكن احنا من بدايه سبتمبر وبدات درجات الحراره تكون حول معدلاتها الطبيعيه لمثل هذا التوقيت من العام. بدات تعود درجات الحراره على القاهره ل 33 درجه مئويه، وامتد الانخفاض ده حتى محافظات جنوب الصعيد اللي بالفعل بدأت تسجل درجات حرارة ما بين 39 ل 40 درجة مئوية، وده طبعا كان سببه تأثرنا بكتل هوائية قادمة مع مرتفع سطحي اسمه مرتفع العروض الوسطى أو مرتفع الأزور. ده بيجلب معاه كتل هوائية شمالية قادمة من مناطق جنوب أوروبا بتكون درجات حرارتها معتدلة بشكل نسبي مش بشكل كبير، مع وجود امتداد طبعا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبيكون هو السبب في تكون بعض السحب الخفيفه خلال ساعات الصباح، ودي بالفعل بتحجب جزء من اشعه الشمس، وطبعا دي هي الاسباب الرئيسيه اللي خلت درجات الحراره تكون حول ال 33 درجه مئويه، بعد ما كانت درجات الحراره الفتره اللي فاتت بتسجل درجات عالية بشكل كبير بتوصل ل 35 و 36 درجة مئوية. يمكن ده الفترة الحالية مستمر معانا حتى اليوم ويمكن حتى منتصف الأسبوع القادم، ده بالنسبة لدرجات الحرارة اللي بتأثر على الجمهورية الفترة دي. كمان بيكون في شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية. طيب بالنسبة كمان لحالة البحار، حابين نطمن من حضرتك عن الملاحة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، ما زالت هناك بعض المصطفين موجودين في سواحل الشمالية وكمان في على البحر الأحمر. بالتأكيد الملاحة البحرية معتدلة تماما الفترة دي بسبب هدوء سرعات الرياح على كافة مناطق الجمهورية. الرياح معتدلة تماما سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، وكمان معتدلة على كافة مناطق الجمهورية، ويمكن بتكون هي السبب الرئيسي في إحساسنا بمزيد من ارتفاعات درجات الحرارة. لو اتكلمنا عن ارتفاعات الأمواج على البحر المتوسط والبحر الأحمر، أقصى ارتفاع ليها بيكون 2 متر، لكن احنا دايما بنأكد ان ارتفاع ال 2 متر على شواطئ البحر المتوسط بيكون ربما في بعض الشواطئ من البحر المتوسط بيشكل هناك ارتفاع الامواج بالنسبه للمصيفين، يعني 2 متر مش بتعمل مشاكل بالنسبه للملاحه البحريه للسفن والمراكب. علشان كده برغم ارتفاعات الامواج 2 متر على شواطئ البحر المتوسط، احنا بناكد على المصطفين والمصيفين على شواطئ البحر المتوسط باتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ في حاله اعتبروا ان ده يمثل ارتفاع للموج بالنسبه للمصيفين. طيب برضو يعني حالة الطقس المعتدلة دي هتستمر معانا شوية ولا يعني هنرجع مرة تانية في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة مع نسب رطوبة؟ بالتأكيد دي نقطة مهمة طبعا حابين نشير إليها، إننا خلاص بدأنا ندخل في فترة تغيرات جوية، هنبدأ نشوف الفترة اللي هي قبل فصل الخريف وحتى الفترة الأولى من فصل الخريف هنبدأ نلاقي بعض التذبذبات والتغيرات في الحالة الجوية. يعني دايما بنقول إن فصل الخريف سواء بداياته أو الفترة اللي بتكون قبله هي فترة تغير واضح في مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا، يعني متوقع من بعد منتصف الأسبوع ده، يعني فترة نهاية الأسبوع بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة هيبدأ يتحرك شوية مرتفع العروض الوسطى اللي سبب الكتل الهوائية المعتدلة، وهيبدأ يأثر مكانه كتل هوائية صحراوية، وبالتالي من يوم الأربعاء متوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية بمعدل درجتين لثلاث درجات. هتعود مرة أخرى درجات الحرارة على القاهرة ل 35 وربما 36 درجة مئوية مع استمرار نسب الرطوبة العالية، وهتبدأ كمان توصل على جنوب الصعيد ل 43 درجة مئوية، ده من يوم الأربعاء والخميس وحتى يوم الجمعة القادمين. كمان السواحل الشمالية ليها نصيب كبير من الارتفاع اللي جاي ده، وهتوصل عليها العظمى على نهاية الأسبوع ل 35 درجة مئوية، فدي تعتبر ارتفاعات كبيرة بالنسبة للسواحل الشمالية.
لكن من يوم السبت هتبدأ تعود درجات الحرارة تدريجي مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية، وده اللي أشرنا ليه في البداية. هنبدأ نلاحظ تذبذب وتحرك كبير في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية. كمان اليوم تحديدا يعني تقريبا هتوصل العظمى في القاهرة هتكون فندم؟ كام يا فندم؟ فندم؟ تقريبا العظمى في القاهرة هتوصل لدرجة حرارة كام؟ هتوصل مع نهاية الأسبوع ما بين 35 وربما كمان 36 درجة، مع استمرار نسب الرطوبة العالية هنشعر بها وكأنها 37 وممكن 38 درجة مئوية. اليوم تحديدا كمان هنلاقي فيه فرص لأمطار من خفيفة كلها، فرص ضعيفة وباحتمالات ضعيفة. إن حدثت هتكون غير مؤثرة على مناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية ومناطق من بعض محافظات الوجه البحري. فالفترة دي زي ما ذكرت لحضرتك في البداية هتكون هي فترة هنبدأ ندخل تغيرات. فترة تغيرات جوية ما بين يوم والتاني إن شاء الله. عشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبداها من القاهرة العظمى 34 الصغرى 26، العاصمة الادارية 35-25، الاسكندرية 32-24، العلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-25، دمياط 32-26، بورسعيد 33-26، إسماعيلية 36-24، السويس 36-25، العريش 34-23، كاترين 31-15، طابة 34-26، حلايب 34-29، شلاتين 37-28، شرم الشيخ 36-29، الغردقة 37-28، الفيوم 35-25، بني سويف 35-24، الوادي الجديد 39-23، أسيوط 36-23، سوهاج 38-25، قنا 40-26، الأقصر 39-27، وأخيرا أسوان 40-28. بكده حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الطقس، يعني احنا في أجواء وتغيرات بسبب طبعا قبل بداية فصل الخريف، لكن كلها يعني في المعقول أو في المعتدل بإذن الله. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنها عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.